مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى في برنامج يلا الصحة مع الدكتور المهندس باللغة العربية الفصحى السلسة الجميلة. واليوم أشارك معكم ثلاثة تمرينات مهمة جدا لمساعدة المتعافين من فيروس الكورونا على استعادة صحة الرئتين. يعني هذه التمرينات تساعدهم على استعادة السعة الرئوية وتقوية الحجاب الحاجز وتحسين تبادل الغازات في الرئتين حتى يعني لا يعتمدوا على الأكسجين من الخارج ويستعيدوا صحة الرئتين بشكل كامل. والتمرين الأول الذي أبدأ به هو هذا التمرين، يعني تضع يديك خلف الرأس ويعني تأخذ نفس من الأنف، نفس عميق من الأنف. يعني سوف تلاحظ أن المعدة يعني تتحرك للأمام عندما تأخذ هذا النفس هكذا، وتخرج النفس من الفم مع يعني استعادة الكوعين إلى الوضع الأصلي، ويعني أنك تنحني إلى الأمام بعض الشيء هكذا لتساعد النفس على الخروج بشكل كامل هكذا. نفس عميق وتخرج النفس، شهيق، زفير. إذا كان هذا الوضع صعب على بعض الأشخاص لألام في يعني المفاصل، مفصل الكتفين، أو لصعوبة في الوصول إلى هذا يعني هذا الوضع، تستطيع أن تستبدل هذا الوضع بهذا الوضع. يعني تضع اليدين مع بعضهما هكذا، ويعني تتنفس، تأخذ شهيق من الأنف عندما تحرك اليدين إلى الخارج وإلى الخلف، وتخرج النفس من الفم عندما تستعيد اليدين مع بعضهما، ويعني تنحني إلى الأمام هكذا، شهيق، زفير، شهيق، زفير. عدد المرات يكون على الأقل 6 مرات، من 6 مرات إلى 10 مرات. التمرين الثاني هذا هو التمرين الثاني. تضع يعني الكفين مع بعضهما هكذا، ويعني تأخذ الشهيق مع تحريك اليدين إلى الجانبين هكذا، شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق من الأنف، زفير من الفم هكذا. وعندما يعني تحدث الزفير تخرج الهواء من الفم مع ضم الشفتين هكذا في وضع القبلة، نسميه وضع القبلة، لهذا يساعد على يعني التخلص من الهواء المحتبس داخل الرئتين. والتمرين الأخير هذا هو التمرين الأخير، نسميه تقليب الحلة هكذا. يعني كأنك تمسك مغرفة وتقلب بها الحساء في الحلة، ويعني هكذا هو التمرين، شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. يعني 5 مرات في هذا الاتجاه ثم 5 مرات في الاتجاه الآخر هكذا، شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. 5 مرات في كل اتجاه. أنا يعني عملت 3 مرات فقط حتى لا يطول الفيديو، لكن هذه بعض التمرينات التي تساعد في التأهيل الرئوي بشكل كبير جدا بعد التعافي من الكورونا، خاصة لكبار السن والذين أصابتهم الكورونا يعني تلف في الرئتين. وإن شاء الله هناك تمرينات أخرى سوف أشاركها معكم مستقبلا. إلى المرة القادمة، أجمل أمنياتي بكل الخير والعافية.